السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكلمكم عن التخسيس زي ما احنا ماشيين في سلسلة حلقات التخسيس. بعض المعلومات كده اللي هتفيدك اثناء التخسيس او اثناء يومك. اول حاجة طبعا لازم نبقى عارفينها هو شرب الماء. لازم على الاقل 2 لتر يوميا من الماء. المشروبات بتاعتنا تبقى مشروبات ساخنة، بلاش المشروبات اللي هي الباردة. في كمان اللي احنا لازم دخول الحمام بشكل دوري، ما ينفعش اللي احنا نقعد يوم او يومين من غير الحمام، ما يكونش عندنا امساك، ده بنتجنب الامساك. بين الوجبات لو حسيت بالجوع ممكن نستخدم او ناكل الخيار او الخس. في كمان المحلات اللي احنا قلنا نتجنبها اللي هي محلات الحلويات، البقالة، الفرنة، الوجبات السريعة الدليفري. وكمان اتكلمنا على السكر الابيض، نحاول نبعد عنه. كمان ضروري المشي لمدة 20 دقيقة يوميا مع الرياضة والتمارين اللي احنا قلناها وتعرضنا ليها الفيديوهات السابقة. الادوية المستخدمة لسد الشهية في الصيدليات، عندنا ادوية رخيصة جدا وبسيطة ممكن اي حد يستخدمها لو الشهية عندك طوحة شوية. لكن لو انت عارف تحافظ على النظام الغذائي بتاعك ومواعيد الدايت بتاعتك والاكل بتاعك، فما نفيش داعي اللي احنا نستخدمها. ادويه الرده اللي هي البران، وادويه ثمره التفاح اللي هي الابل لايت، تاخد قبل الاكل بنص ساعه، واحده من هنا وواحده من هنا. واوعى تنسى الكروماكس اللي احنا قلنا عليه قبل كده برضو قبل الاكل بنص ساعه. واحنا لو في ان احنا مظبطين الاكل بتاعنا مفيش داعي اللي احنا نستخدم ولا الابل لايت ولا البران، نخلينا في الكروماكس بس. طب وجبه الغداء دايما بتحتوي على دهون، يبقى نستخدم معاها كبسولات الاوري او اي بديل ليها اللي هو ريجي ماكس او كويك سليم او اي مادة اورلستات 120. دي بتساعد على تخلص حوالي بنسبة 20% من الدهون اللي موجودة في الوجبة بتاعتكم. دي الادوية الموجودة في الصيدلية. النظام الغذائي اللي هنمشي عليه النهاردة هو عبارة عن وجبة الفطار، 2 بيضة مسلوقة، قطعة من الجبن الابيض. وجبة الغداء بتاعتنا هتبقى عبارة عن قطعة دجاج مشوي مع طبق السلطة مع 6 معالق رز. وجبة العشاء بتاعتنا هتبقى كوب زبادي مع ثمرة تفاح من الفاكهة او اي فاكهة تاني ما بتأثرش على النظام الغذائي بتاعنا. كمان هيبقى بين الوجبات مسموح بالخس او الخيار. في عندنا ممكن بعد الغداء ممكن ناخد كوب من القهوة او المشروب بتاعنا، بس اهم حاجة بدون السكر الابيض. في كمان بعض الأدوية المستخدمة لسد الشهية زي السولوفينا اكياس. دي طبعا بتبقى اكياس مصدر الياف وكمان مدعمة بكروميوم كمان لحرق النشويات. السولوفينا دي بتستخدم قبل الوجبة ب15 دقيقة، بتعمل على سد الشهية وكمان بتبقى ملين طبيعي بالنسبة للناس اللي بتتعرض لحالات امساك شديدة، ودي تبقى حاجة طبيعية لخروج الوجبات عن طريق. في نهاية الفيديو لو عجبك الفيديو تابع معانا الفيديوهات هتعجبك كتير، اعمل لايك واعمل شير. معاكم دكتور حسام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.